قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن تجري مسيرة الأعلام الاستفزازية بباب العمود والحي الإسلامي بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة وفق مسارها المقرر، ويرفض بنت بذلك طلب الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في مسار المسيرة، فيما جاء القرار بعد مداولات بمشاركة وزير الأمن الداخلي عمير بارليف والمفتش العام للشرطة يعقوب شابتاي. واستمع بنت خلالها إلى تقارير حول الوضع الأمني قبيل المسيرة الاستفزازية، كما وقرر بنت أن الأنشطة في المسجد الأقصى ستستمر كالمعتاد، ما يعني استمرار اقتحامات المستوطنين وقوات شرطة الاحتلال.